أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لكم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله يطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فإذا هم جميع لدينا مقترون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شهود فاكهون لهم لأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فمن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقترون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ألا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يسأل أيام القيامة فإذا برق البصر وحسب القمر يجمع الشمس للقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهلك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فوجوه يومئذ باسرة تظن أن يسحل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق ظن أنه فراق فالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أذكر مضغل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم.
Ben de okuyayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu allazi la ilahe illa hu alimul gaybi veşşehadeti verrahmanirrahim. Vallahu allazi la ilahe illa hu el-melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azizul cebbaril mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikun. Vallahu'l halikul bari'ul musavvirul esma'ul husna. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Sadakallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhakmü tekasur hatta zürtümül mekabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak, min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vekab ve min şerri nefasati fil uqad ve min şerri hasidin iza hased. Allahu ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك ووجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهي hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhaç ettik. Biz yoktuk sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Sen affeyle ya Rabbi. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize hep erdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makam İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Selver-i Esfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Her türlü ihtiram senin el ve ashabına ya Resulallah. Ey şu mevcudatı yoktan var eden yüce Allah'ım. Şu anda ellerimizi sana açtık ama sana varacak yüzümüz yok. Amel defterimiz günahlarla dopdolu. Senin Rahman, Rahim, Kerim, Settar, Gaffar ismi şeriflerine sığınarak senden af diliyoruz. Bize affeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bizleri sana hamd eden, sana şükreden, sana kulluk eden, her şeyi senden isteyen ve sadece senin önünde eğilen kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri nimet verdiğin peygamberlerin sırat-ı müstakim yolundan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi dalalete, sapıklığa, karanlığa giden yollardan eyleme. İlahi ya Rabbel Alemin. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'i, diğer sure-i celileleri dergah-ı lukiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı, önce sevgili Peygamberimizin mübarek, mudahhar, ruhu şeriflerine hediyeyle lisan vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri gelip geçen bütün peygamberlerin ruhlarına evliyanın, şühedanın isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirlerinde kendine bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehli iman ruhlarına da hediye ile risam vasıl eyle. Sahabe-i kiram, tabi'in,
eymeten melhüçidin, rıdvanullahi teala aleyh mecmain hazaratın ruhlarına da hediye resan vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin. Şuraya toplanmış bulunan ve şurada okumuş bulunan şu abilerimizin, kardeşlerimin, buradan ahirete itermiş olan anne, baba, kısım akrabaların ruhlarına da hediye resan vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin. Hasaten bundan bir yıl önce indi ilahine tevdi ettiğimiz Duran kulunun ruhuna hediye ihsan vasıl eyle ya Rabbi. Evet. Okunan Kur'an-ı Kerim'i kabrinde iniş ve yoldaş eyle ya Rabbi. Kabrini yazıl bil cenneyle ya Rabbi. Gufratun gufrayn olmaktan sen mahfuz ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı bir günde Peygamber Efendimizin Livay-i Tam ismiyle Mustafa Aran sancağı altında aşır ve cem eyle ya Rabbi. Mizan-ı ağır, sual-i asan, defteri amel-i sağ tarafına ita ile bilah hesab el azab sabaduhu cennet aliyatına dahil eyle ya Rabbi. Mübarekte kalan eşine, çoluğuna, çocuğuna, sıma akrabalarına sağlık ve esenlikler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçluna edalar ihsan eyle. Namurat olana bermurat, naşad olanlara en kısa zamanda şadan eden ihsan eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, her türlü dikkat etmez felaketlerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan nail eyle ya Rabbi. Memleketimizi her türlü yangın, zelzele, afet ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızı Arafat'ta, Mina'da, Mescid-i Haram'da, Meleği Ale'de yapılan dualara ilhak eyle. Rızanillahi Fatiha. Allah'a Allah razı olsun. Sizden de var. Allah kahretsin. Bırakmayın da beraber de kapı olayım. Allah'a şükür, oturma. Ama İdris Hoca Bekler'e oldu şimdi. Bunu da... Oturun bir, oturun bir. Yani İdris Hoca Bekler de cemaate verdi. Yok lan. Ben kendim yiyorum.